محاولة كانت هذه بواسطة دهار كنا نتحدث على إمكانيته في التسديد وإمكانيته أيضا في ترويض وتوقيف وتسديد الكرة. Le CRB a la possibilité de corser l'addition à la 57e par Dahar, puis à la 82e, avant que le même joueur Dahar parvienne à enfoncer le clou dans le temps additionnel, portant ainsi le tarif à 4 buts. قجان كرة ثمينة ثمينة جدا هذه الكرة لكن ما فيش متابعة وتدخل الدفاع تبقى الخطورة قائمة دائما من جانب شباب الوسطان صار يا تسجيل هجوم موجود يعني صعب من المهمة في القادم من دقائق المباراة الركنية تنفذ لكن مروان دهار تغطية هذا اللاعب دهار تمريرته دقيقة جداً